صباح الخير متتبعين ديال كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين بأحوال جيدة. مرحبا بكم في لاشين ديالي شين أم ملاك. كيما راكم تشوفوا هاد النهار نهار التالي عندي في اسطنبول. دروك راني كنت هنا نفطر وراني كملت الفطور و خصنا باش نمشي وجمعنا الباجاج ديالنا وغادي يجي الطاكسي باش يدينا وغادي نمشيو المطار ديال اتاتورك هو اللي نطلعو بيه ونوصلو المطار ديال زافنطم ديال بروكسل. مهم بقى معايا حتى التالي هذا مكان ما تنساوش بلي كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. راكم تشوفوا دابا رانا ماشيين في الطاكسي رانا غادي نمشيو المطار ديال اتاتورك باش نشدو الطيارة على 12 باش ندينا لزافنطم لبروكسل. هذا مكان هذا هو النهار التالي صافي رانا ماشيين فيه، يعني كملنا العطلة وقضيناها فات داكشي كلشي زوين. كملنا العطلة ديالنا دابا غادي نوليو لدارنا، يعني اسطنبول مدينة غزالة ننصحكم باش تجيو تزوروها. كيمسا ديانا مدو انا الحسين ان سون داتا دا بالمشوار يعني وما تنساوش كترو الفلوس كترو الا بغيتي اسطنبول فيها الحوايج غير هما كترو الفلوس باش تقدا الا للمعالفه تولجيك قالشيك هي هاد تقولنا بس شي دان بان شوكو دان جالي شوفوا دابا انا وصلنا للمطار اتاتورك باش غادي ندخلوا نحطوا باجاجنا ونستناو الطياره حتى تجي. يلا تهلاو لي فرسانكم حتى ندخلوا داخل الديبارتمون. عاد بدك نحطوا الباجاج كما راكم تشوفوا راه الغاشي 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 هذا ديال اتاتورك غادي في شهر 11 العام الجاي غادي يبلعوه وغادي يحلوا المطار الكبير ديال اسطنبول ايروبور. كانوا بناو اكبر مطار غادي يحلوه كما راكم تشوفوا هادو هما ربوجنا رانا جامعين هنا الحوايج ديالنا. راه عندنا ثلاثه ديال الفاليز كما راهي بان لكم بليسا وساكادو كل واحد عنده ساكادو ديالو ساكادو ديال راجلي ديالي ديال بنتي والشكارة وتاني فيها الحوايج. المهم راه عندنا ربوج بزاف. المهم بقى معايا حتى التالي نوصلوا لبروكسل ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا كيديروا التوقيت يعني ديال الطياير التوقيت ديال الطياير هذا هنايا حاطين كاع التوقيت ديال الطياير حاطينهم باش كل واحد يعرف الطياره ديالو فوقاش. كما راكم تشوفوا دابا غادي نمشيو باش نديو الباجاج نحطوه غادي نمشيو للشركه ديال تركيش ايرلاين اللي غادي تدي لبروكسل خصنا ندبروا عليها. كما راكم تشوفوا دابا جينا باش نحطوا الباجاج ديالنا.
جبيه مالك ديك كيما كتشوفوا دابا رانا شادين الصف باش غادي نمشيو نطلعوا في الطوبيس يدينا نايح للطياره. كيما راهي بان لكم حاله راه عامره مدكسه. الرقم ديال الاخر ديالنا هو 309. راكم تشوفوا دابا رانا نستناو الطوبيس يجي يدينا باش غادي نمشيو للطيارة، لأنها تكون الطيارة بعيدة كيديونا في الطوبيس. المهم بقاو معايا حتى التالي حتى نوصل لبروكسل ومرحبا بكم. كيما راكم تشوفوها هو دابا البوس جا، دابا عملنا السركيب كما راكم تشوفوها وقلعوا دوك الطوبيس غادي نمشيو للطياره. ما سمعتنا الطياره فين راها. المهم هذا ما الطياره هنايا كاع ديال تركيا، هي راها باينه لي هي بعيده، لحقاش من تكون الطياره بعيده كيديونا في الطوبيس. ما شاء الله عندهم الطيار بزاف بزاف، اكبر شركه ديال الطيران. كما تشوفوا دابا رانا طالعين في الطيارة، هاهي الطيارة. وهذا اللي بيلوت كما راكم تشوفوا. دابا غادي ندخلو يلا. كيما كتشوفو دابا رانا طلعنا للطيارة، صطالينا كلشي من صباح مزيان، الناس قاعدة نروح حوايجهم. هو قالهم خاصكم تربطو حلا، خاصكم تربطو حزام السلامة. هل
كما تشوفوا صراحة تركيش اونلاين روعة كتخدم خدمة زينة بربر الشركات الاخرين. كما كنشوفو دابا هو دي قلال بيلوط راهي تمشى الطيارة باش دي قلال خلينا تركيا والله ما سخيناش بيها. تركيا حاجة زينة ننصحكم باش تمشيو تزوروها يعني غير الواحد خصو بغي يشري كدا يدير الفلوس باش يشري لان كلش زين ورخيص يعني من تشوفي حاجة رخيصة تشهي تشري كتر وكتر. ايوا هذا مكان ان شاء الله مره اخرى انسان يولي يزورها ان شاء الله. مهم اش غادي ديروا دركا غادي نتحركوا. اسطنبول اكبر واكبر يعني فيها غير اسطنبول فيها 25 مليون ديال يعني السكان 25 مليون يعني ما شاء الله كلش كبير والهراج الهراج الحسيني ما كينعسوش يعني يضلوا غير خدامين يباتوا خدامين كيخرجوا يعني الليل 12 الليل يكونوا عاد هما حالين الحوانت وخدامين عندهم يعني الحركة للزوطيل المطاعم كلش عندهم الحركة فين عاوتاني يبيعوا الحوايج الناس كلش كتشري وعارفين السياحة كيجيو يشريو. ايوا فيها خير جابونا الغدا غادي نشارك معكم شنو عطاونا في الغدا.
هذا الروز كفته مع مطيشه. هنايا شي سوبا هكا ولا ما عرفتش هذا شي ديسير والماء والباكيت. كما كنت شوفو ضربتها بواحد العصا في الطائرة، ما قديتش مع كنت نوض بكري ما ندخلو شي مهم يعني، والله ما قديتش طلعت كلينا ضربتها بواحد العصا. هاو دابا هاود المطار ديال بروكسل زافنطم. ندير لكم الهبوط، ندير لكم الطلوع، ندير لكم كلش كما راكم تشوفوا. هاي نشوفوا الطيارة هودت، هاي غادي تحط، هاي غادي تحط، هوب اب 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 اب، مازال دقيقة دقيقة. عندهم دائما من تحت الطيارة ولا كيبقاو يصفقوا يعني صافي رانا سلكنا. ايوا دابا كان دابا غادي عاد نمشي ونخرجوا، راك تشوفوا كيكون الغاشي هزي الباجاج، عاد نمشي نشد التران باش نمشي لهوني نمشيو للدار. ايوا اش غديروا؟ شوفوا دابا انا وصلنا صافي لبروكسل. هذه هي الرحله اللي درتها كامله اشتركتها معكم ديال اسطنبول، يعني حقيقه رحله اسطنبول رحله زينه، يعني ننصحكم تمشوا تزوروا اسطنبول. ننصحكم يعني غير الواحد يكثر شويه الفلوس، لان اي حاجه تبغي تشريها ولا تاكليها كثروا الفلوس. هذا ما كان، ومهم نتمنى اللايك ديالكم، ديرولي لي لايك، نتمنى الاشتراك، نتمنى البارطاج ديالكم باش تشجعوني نزيد القدام يعني ونكمل فلاشين ديالي، يعني بكم القناة ديالي ان شاء الله تكبر. كنبغيكم بزاف 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 يا احلى ناس، يعني كما كتشوفوا لينا دابا عائلة، مبقيناش يعني غير مولات قناة والناس كيتبعوها، يعني ولينا عائلة. كنشارك معكم اي حاجة كنشاركها معكم، كنقول لكم بارطاجيو باش تعمل فائده على كل واحد، وكل واحد يشوف كذا
وسمحوا لي لانني كنت مقصره في حقكم، ياكل ما كنتش ندير لكم الفيديوهات كامل دائما، لانكم عارفيني مع العيا وداك الشيء مع الرحله. دابا غني وليت غادي نبقى ندير لكم الفيديوهات، وغادي نشارك معكم الحوايج اللي شريت كامل، غنشاركهم معكم. يعني كل واحد غادي يبغي يشوف شنو شريت، البلايص اللي تقدت بهم الرخا باش تعرفوا، يعني تمشيوا اللي مشى يعرفوه. نقول لكم دابا بسلامه، وتهلاو لي فرسانكم كاملين، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، الله يعاونكم، وشكرا على الدعم ديالكم ليا. يلا بسلامه.